والله يا جماعة عادي، الحين الواحدة تقدر توفق بين شغلها وبيتها عادي. لا والله ما تقدر توفق، انتي لو شعرك لك اسبوع كذا منكش، بكرة يجونك عيال، وبعدين الحمد لله انا قاعدين ما رش في البيت، رش فلوس صدق بعدين شلون تشيل شعره وعدها عيال؟ يما حبيبتي هذا شعرك المنكوش تشيلي باكر عقبه يصير عندك اطفال، ترى الامومه فشي صعب مو سهل. لا يا خاله هذا الموضوع لا تفكر فيه، احنا اخذنا قرار يعني اجل الخلفه يعني بين يوسف ولدك خليه يكون نفسه. انت ويوسف اخذتوا القرار؟ ايوه. لك ادب شفت اخذ القرار من ورايه؟ انا ما قررت يعني، بس هي اخذت القرار وبعدين ايدت. اخذت القرار اقول لك بيوسف حبيبتي مكون نفسه مال وجاهه وعز سياره وبيت حتى شعر طلع لك تردين بعد؟ استغفر الله يا خال الحين ولدك مكون نفسه الحين. خالي عماد شعره لهنا من عرفته لهنا يوم، وانا حتى الزيت اللي يجي من خالي عماد ما جبت لي زيت. لا يوم ما وصيت لك صندوق خروع ودهن لوس كله وصيت لك حيجيني. ما شاء الله من وين هذا؟ من 12000 اللي ياخذه راتبه 12000، خليه يكون نفسه. حبيبه قلبي ابوه كان راتبه 3000، شلون ربيته وكبرته هالمسمسم اللي يخبل هذا؟ الحمد لله شفتي ابوي كان في كابينه شغال والحمد لله ولده رجال. رجال 12000 يمه 3000 كبيتك. 12000 بدون البدلات ما تدري. اه اي صدق يوسف ترى الزمن تغير، ام يوسف الزمن تغير، الحين انا روحه للسوق ما تكفيني 5000 ما تكفي. قولي لي انك مبذره اقلك صح. 5000 انا يوم انزل السوق اخذ لي سروالين وفنيلتين وسروال سنه وطاقيه وشماغ واجي فيها. والله سنتك سنتك يوم صدقت يوم فدوى حلقك الدوفي. والله ولك يوم هي مبذره انا اقلك. لا يا خاله انا مو مبذره انا متعوده. خلاص خليك ببيتك حبيبي بوبوك ابو مي، خليك يمه وهو يعطيك المصرف وخلي يا كثر فلوس انا نايم على الاهداد. قولي ما شاء الله قولي ما شاء الله يا خاله. ما اقول ما شاء الله. ما شاء الله من الفلوس وما يلحقها النار. قارني فيه شوف لا ما دير بالك قارن ابني بابوك، دير بالك ابني كون نفسه بنفسه. نعم ابوك باق ما ادري نهب الله اعلم. اي انا انسان مكافح. اي حبيب مكافح. بعدين اقول لك انت تدين تداومين يراد لك سياره ملابس مكياج عطور هاي ما حسبتيها؟ حرام نصفالها من الراتب بس 100 يا خالد. 100 مو 1000 100. يما انا بلقى ريالين حقت الكبده الصبح الدوام ما القاها. ايش فيكم انتم؟ تفكيركم ليه كذا؟ ترى حياتي الاداريه مره جميله، يعني بكره تخيلوا معي لما اجيب عيال، يصير عندي شخصيه قياديه، شخصيه اداريه. مش عارف ليه يا ست الكل وانا ببص لك، بحس ان انا متجوز حنوتي. والله متجوز حنوتي. منورانا يا ست الكل. شكرا. اقول جوهر وين؟ أنت جوهر. أنت جوهر؟ أقول يا جوهر حاسة نفسي إني طفشانة. والله ما عايش من يطفشك، أغمريني على الخربة حقتي، أغمريني. أبيك توسع صدري. أنا هشتغل لك مورق، أنا تحت أمرك، هأتشقلب لك في علبة المكياج، أمرمط نفسي مرمطة. اللي تأمريه يا ست الكل. أقول يا جوهر بقول لك شيء. أيوة. بس يعني خليه بيننا. أكيد. أقول لو جاء هذا اللي اسمه يوسف إيه؟ قول له أنا مو موجودة ماني فاضية. أيوة طبعا. إيه؟ طبعا إنما يوسف يأخذ الباربي دي إزاي؟ قول هذا واحد فاخر. أيوة فاخر. الله على ريحتها. يما 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 انا عايزك تكتبي جوزتي مراتي كورسات اصلها. والله والله ما تسواش ركبتك. ركبتك مين هذه؟ البنت البنت نبويه مراتي. نبويه نبويه. تعالي بصي تعالي بصي باربي. والله باربي باربي. طب انت حضرتك تأمرني بايه؟ تشربي ايه؟ اي صح يا جوهر انا ابغى اشرب قهوه. قهوه؟ ايوه. انت تشربي قهوه، انت المفروض تشربي ميلك تشيك، شاي بلبن، قشطه متغمسه ومتدرمغه في قلب فراوليه استروبري. الله يا جوهر والله انك توسع الصدر. اقول خلينا نغير وجهك شويه يا جوهر. انت تغيري وشي، خدي شعر صدري اتبرعي بيه.
أمريني أمر. أستأذنك ثواني يا ست الكل، أجيب لك القهوة وأرجع لك تاني. جيب يا جوهر جيب. يما يما أستأذنك، هيجيني هبوط، أنا مش عارف ليه والله هيجيني هبوط. بسم الله عليك يا جوهر. حار. لا يا قلبي ترى، بس يا حياتي انت ترى الشغل ما يصلح لك والله. لا لا خليها تشتغل، خليها تشتغل يا طباطوب، خليها. شكرا شكرا يا خالة. طب مين بيصير يوديك ويجيبك للدوام كل يوم؟ انت طبعا، انت خطيبة على الفاضي مثلا. يما ها بركب عداد في السيارة. هو عافية، اخذ فلوس من عندي. الدوام بخسارة. اي اخذ الفاتورة وانا اجيبها من الشركة.